السلام عليكم. أعلنت مصالح الحماية المدنية ارتفاع صلة الضحايا جراء الحريق المهول والذي اندلع بأحد المنازل في بلدية عين والمانة بولاية سطيف. وحسب بيان ذات الهيئة، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية سطيف على إثر انفجار غاز المدينة في منزل تبعه انتشار حريق في نحو 3 منازل مجاورة بالمكان المسمى تجزئة العمامشة، حي 583 مسكن بلدية عين والمان. وأضاف نفس البيان أن الحصيلة ارتفعت إلى 8 وفيات، 3 نساء، رجلين، و3 أولاد، ومصابين 2 بجروح. فيما قال بعض شهود العيان أن عدد الوفيات ارتفع إلى 10 أشخاص رحمهم الله. وفي نفس السياق، أكد المكلف بالإعلام والاتصال بالمديرية الولائية لذات السلك النظامي النقيب أحمد العمامرة لوكالة الأنباء الجزائرية بأن الانفجار المتبوع بحريق طال في البداية منزل فردي به محل تخزين مواد التجميل والعطور، ثم انتشرت ألسنة اللهب إلى 4 منازل مجاورة بسبب الرياح.